الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، الوسواس ذو الطبيعة المرضية، يعني واحد ظاهرة مش تسرية كثيرة جدا، يعني تقريبا يعني غادي يكون يعني 80% بلا مبالغة، 80% ديال الأسئلة وديال الإشكالات اللي كتجيني في مكتوبة في الورقات كلها تقريبا مشتركة في هاد المشكل ديال الوسواس. كتبقى 20% هي المشكلات فقهية عامة، يعني مشكلات فقهية من الأمور الأخرى، يعني في صلوات أو يعني بعض أو زكاة أو بعض الأمور الأخرى، ولكن 80% عبارة عن مشكلات نفسية بالدرجة الأولى. نرجعها إلى ما يسمى في كتاب الله وسنة رسول الله وفي الطب النفسي المعاصر، كلهم كيبغي يسمي هذا الاسم هذا ديال الوسواس، ولذلك معروف يعني عندنا يعني سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا الوسواس هو يرجع إلى خواطر الشيطان، ولذلك يعني الله عز وجل سماه خناس. خناس أي أنه يتخبع، من الإنسان يعالج نفسه أو يذكر الله عز وجل الشيطان يخلص، أي أنه يغيب، ولكن غير تحصل عرض الغفلة من جديد عرض الهواجس ووساوس، ويبقى الإنسان يعيش واحد الحالة نفسية ممزقة بشكل كبير جدا. لكن لا بد من البيان من أن هذا الأمر بين الوسواس وما يتطور إليه، لأنه عافانا الله وإياكم يمكن الوسواس يتطور لأحوال مرضية سيئة. السبب ديال هادشي كله ثلاثة نوع ديال المشكلات، يعني ثلاثة الأمراض. إما أنه يعني الإنسان يعني رجل كان امرأة ونظرا يعني النفسية ديال الأنثى بصفة عامة معروف يعني أنه كتكون كتستجب بشكل كبير جدا لهذا الأمر، كيكون وقع لها إما يعني ثلاثة الحوايج، إما خوف شي خوف كبير فوق الطاقة، سموه الآن دابا فوبيا، يعني وقعت له واحد الخوف. هو الخوف في جوج الأنواع، كاين خوف طبيعي سبحان الله، هذه الأمور كيتطابق فيها علم النفس المعاصر مع داكشي اللي عندنا في كتب الدين، نفس الشيء، بل كتب الدين وكتب يعني بين قوسين كتب النفس الإسلامية اللي تتكلم عن التربية وموازين النفس، كتب التفسير فيها هذا الشيء، هذا يعني كتلقى عندها شيء تدقيقات ما شاء الله، حقيقة عجيبة جدا. قلت هذا النوع من الخوف، الخوف فيه جوج الأنواع، كاين الخوف الطبيعي والخوف المرضي، مش ماشي عند أي واحد يعني لقى نفسه كيخاف يقول أنا مريض، لا خصنا نخافوا، لأن اللي ما كيخافش راه مشكل عند يعني واحد عنده، قلت أنا بحال ديك المعادن والفيتامينات ديال الجسم، يعني واحد المعدن إلا زاد في الجسم أكثر من القياس راه مشكل، وإلا نقص بواحد الشكل يعني غير متوازن راه مشكل، إذا خصو ياخذ الحجم الطبيعي ديالو. فلو ان الانسان ما كيخافش راه كيولي متهور، والمتهور غادي يأذي نفسه، يأذي راسه، يعني يمكن يدير شي مصيبه اللي تجلب له البلاء بسبب قلة الخوف. فالخوف الطبيعي لابد يكون عند الانسان، ولذلك الحرب اللي كانت يعني من قبل يعني في الجهاد عند المسلمين وعند الصحابه كان فيها الكر والفر، يعني كيهجموا وكيهربوا، فاذا ما يمكنش يكون نازل عليك شي بلا ما قدر الله وتبدا تسنى فيه انت كتفرج فيه تينزل عليك، لا خص الانسان يعني يحتاط ويبعد منه، وذلك شيء طبيعي ان واحد الحجم معين من الخوف ربي داره فينا فطره، جعله فينا فطره لنستطيع الحياه باش كنحمي نفوسنا ونكونوا بشكل طبيعي. دابا اي حاجه يعني كتفزع كدير واحد رد الفعل تلقائي، يعني ما كتشعر براسك حتى كتهز من وضعك، هذا راه يعني صوره ايجابيه ماشي مرضيه. ولذلك يعني الانسان يعني اذا شاف شي حاجه كتأذي كيخاف منها، ما كيخافش منها راه يدي يدور للحيه ولا يدير شي غريبه ويوقع له مشكل. لكن شنو هو الخوف المرضي؟ هو اللي كيوصل واحد الدرجه كيهرس الجسم النفساني. دابا غادي نعطيكم واحد النوع ديال التفصيل والتصوير، يعني واحد التشبيه. الجسم ديالنا هذا اللي كنشوفوا فيه، كل واحد عنده الجسم ديالو كما خلق الله عز وجل، كيوازيه العالم الروح جسم اخر، هو جسم ديال النفس،
ما نفهمه بأن النفس عندها الجسم ديالها، عندها العينين، عندها الودنين، عندها القلب، عندها كل شيء. ولذلك النفس كتسمع، كتشوف، كتذوق، كتفرح، كتحزن، كل شيء. داك الشيء اللي عندنا في عالم الجسد كاين أيضا في عالم النفس. هذا طبعا يعني كيتفهم بالنصوص القرآنية والحديثية وبالتجربة الوجدانية الذوقية اللي عند الإنسان في الحياة. ولهذا الإنسان يعني لما كيموت ماشي كينقطع الإحساس ديالو، لا أبدا، بالعكس الإحساس ديالو هذا كيولي قوي. فكشفنا عنك غطاءك أي بعد الموت، فبصرك اليوم حديد، كيولي الإنسان يشوف الحقائق واحد الشوفة ديال الآخرة، شوفة حقيقية كاملة ويسمع مزيان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد مرة طلع على واحد البير كانوا مدفونين فيه الكفار ديال قريش اللي تقتلوا في معركة بدر كتسمى يوم القليب، وكان داز على الموت ديالهم أيام. فطلع عليهم قال لهم يا فلان يا فلان، سماهم بسميتهم، هل وجدتم ما فعل ربكم خيرا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وجاوب هو سيدنا محمد قال إنا، إحنا بعدا، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فسيدنا عمر كان معه قال له أو يسمعونك يا رسول الله وقد جيفوا، ولو جيفوا بقيوا يسمعوا. قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له ما أنتم بإسماع لما أقول منه، يعني أنت سمعتني دابا ولكن هما يسمعوا أكثر منك، ما راكش أنت تسمعني أكثر من كما يسمعوني هما الآن. طبعا قطعا سيدنا محمد لا يقصد عليه الصلاة والسلام أنهم كيسمعوا بودنيهم هادو ديال الجسد، هما هادوك لهم التراب نتاعهم، ولكن كيسمعوا بالآذان ديال النفس. والنفس لها صورة، غير هذه الصورة ماشي مادية الحمد لله، صورة روحانية، وثبت هذا في أحاديث صحيح، ويستفاد ذلك أيضا من قول الله عز وجل في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. التسوية هي الخلق والإنشاء والتقدير، سبحانه وتعالى يقدر ويصور كما يشاء. هذه النفس هذه هي اللي كتحمي الإنسان من تأثير ديال الشياطين، كنقصد يعني هي اللي محمية. باش نتفهموا مزيان، الشيطان معروف الجن بصفة عامة عنده قدرة أنه يخترق المادة، يدخل في الحيطة هنا ويخرج من شيء أخرى، كل غواص وبنا، يعني كيدير أشياء، يعني يدخل في أي مكان، يدخل في الحديد، يدخل في الحجر، يدخل في البحر، يغوص، يفعل كل شيء. لكن واحد العالم ما كيقدرش يدخل فيه، كيجيه صعيب جدا، مستحيل يخترقه، هو عالم النفس. يعني بحال واحد المجال المغناطيسي، يعني بحال هذاك اللي كيديروا ذاك الجهاز ديال الحماية اللي يديروا السيارات، يديروا الأبناك، هو ما كتشوفوش بعينك، ولكن هو جهاز إلكتروني أو من الإلكترونات غير تمسه، هو غير اللي هو كيبدا الدنيا تغوت. فهذاك أيضا يعني واحد ما نديرش به العالم ديال الروح هاكوك ديال غير يوصل له إبليس يبدا يغوت هو ما يقدرش يقتحم. صعيب صعيب، لأن ربي أعطاه حماية خاصة، يعني هذيك هذاك الشيء من اش خلق الله، الأمر الإلهي اللي خلق الله من ديك النفس أو هذيك الروح أقوى من أن يخترقه الشيطان. الشيطان يدوز في الحيط يدوز في الحجر وهذا ما كيقدرش يقرب له. ولهذا النفس البشرية محمية بشكل طبيعي، بشكل طبيعي، وهذه ماشي معطية غير المسلمين، لا، عند الإنسان، يهودي عنده، نصراني عنده، أي واحد عنده، باش حتى واحد يوم القيامة ما يفهم على ربي يقول له يا ربي أنا الشيطان كيدخل فيا وكيعقدني وكيخلينيش نتضرر وخلانيش نسلم، يقول له كذبت، النفس ديالك كانت محمية، أنت اللي ما بغيتش، أنت كنت تستجيب للشيطان. إن كل نفس، هذا كتاب الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس زعما ما كايناش النفس اللي ما محفوظاش، نفس المؤمن ونفس الكافر في ذلك سواء. ولهذا بنادم غادي يقعد في الطريق مستحيل عقلا وشرعا، بالعقل وبالشرع، باش يقول واحد غادي ما بين عليه ضربوه جنون، هذا لا يعقل، هذه الخريف. إذا كانوا هذه الجن هذا إذا عندهم هذه القدرة أنهم بدأوا يقلبوا بنادم في الطريق. فأحد أمرين، إما يكونوا هذه الجن كفار ولا مسلمين، وخدموا عقلكم، ما يبقاش بنادم غير يسمع يتلقى دخل المخ، راه الإسلام كيخاطب العقول ماشي البلادة. الخريف خصو بنادم يتخلص منه. إذا ما ديروا اعتماد، ما تكلموا منطق، هذا الشيطان هذا اللي كيضرب بنادم ويمرضه، إيه واحد اثنين، إما كافر إما مسلم. طيب، نديروا الاعتماد بجوج، إلا هو كافر
علاش ما كنتش تخلي المسلمين كيطوفوا في الكعبه وكيصلي وخطبوا الجمعه يهزي يهزوا من برا ويزرقوا بالفقير ويهضم على المسلمين؟ اذا كان هذا الشياطين كفار عندهم هذه القدره، اذا ما كاينش لا تاثير لهم على الدين وعلى الحياه العامه البسيطه ديال المسلمين، ما عندهمش تاثير. اذا كانوا كفار يهضم عليهم، اذا كانوا مسلمين هذه الجن هذو مسلمين يفكون على اسرائيل، شو يهزوا اسرائيل اللي كيكون شاد اليد راهو في البحر الاحمر، لا قدره لهم على ذلك اطلاقا، لان عالم النفس كي خلقها الله خلقها محميه، لا قدره للجن على التاثير اطلاقا على الروح وعلى النفس ابدا. باش كتكون حجه الله تعالى قويه على بنادم، حتى واحد ما يفهم على ربي والقيامه، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسول. جاك البلاغ اي الرسول والقران كتاب السنه وما درتش ما طبقتش، ما تقولش ودي ما قادرش لانه الشيطان ما خلانيش، لا ما قادرش لانه مريض، ربي يعذر في الامور اللي فيها الاعذار، ولكن ما قادرش الشيطان ما خلانيش تصدع، هذا كلام لا يقبله عقلي ولا يقبله شعور وليس بواقع. اش كيدير الشيطان؟ الشيطان كيجي يدق عليك، ما يقدرش يدخل، مستحيل كيدق. عرفت شنو كيدق؟ كيوسوس، يبدا يقول لك في الاذن ديالك، الاذن ديال النفس يوسوس لك الخواطر الشيطانيه، يدير هذه المعصيه راه زوينه وراه كذا وغير هذه المره وغادي تتوب وكذا، بيزين لك تزيين حتى كيقنعك. لما كيقنعك شنو كتوقع؟ كتحلي الباب، الا حليتي الباب ودخل ما تلومي الا راسك، تقول الشيطان دخل فيك، دخل تعلم، ولكن انت اللي حليتي الباب. فكيوسوس الابليس يوسوس الانسان، يوسوس يوسوس حتى كيقنعك باش تحلي الباب، ويدخل ديك الساعه انا اذا يقع تخبط الشيطان للانسان من المس فعلا، ولكن السبب الاول هو الانسان. وما كان لي عليكم من سلطان، وابليس كيقول لهم القيامه، وانما هو يدعو الانسان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ثم قبلتم. ولهذا اذا هذه الامراض تنشا، اذا قلت السبب الاول هو خوف، ملي كيوقع واحد الخوف شديد للانسان فوق الطاقه، فوق الطاقه ديال التحمل، هذاك الجسم الروحاني اللي عند الانسان كيتثقب بحال الجرحى. دابا عالم الطب ديال الماده كيشبه بزاف عالم الطب ديال النفس، وبيناتهم ترابط. كيما ملي كنتجرحوا جرح من في يدو او في رجلو او في اي مكان في الجسم ديالو او في راسو، كيكون هذاك الجرح اذا ما تداواش معرض للتلوث بالجراثيم، كتدخل الجراثيم الجرحى في الرجل ولا في المكان، وكدير مشكله كبيره في الجسم كله، كله الجسم كيتقلب، تعبير تشدو السخانه واحد، يعني كيمكن توقع تفاعلات لا قدر الله تؤدي به للوفاه في نهايه المطاف بسبب جرحه صغيره اذا تهملت وما تعالجتش، كتطور بسبب الجراثيم وطبيعه ديك الجراثيم والانواع ديالها والخطوره ديالها اللي تسربت للجسم. كذلك النفس لما كتجرح هذيك النفس، من يجرح النفس؟ قلت جروح النفس ثلاثه، يا اما انه خوف، توقع الخوف فوق الطاقه التحمل البشري، فوبيا، هذاك الجسم الروحاني كيتثقب، الا تثقب الشيطان عنده ما يدوز، لانه هذاك الماده اللي كتحمي الانسان والكيان الشخصي ديالو باش ما يوقعوش اضطراب، كيكون توازن الشخصيه ديالو الناس مثقوبه، فكيدخل له الشيطان، وفعلا يمكن ياثر عليه بتاثيرات شتى. ويخرق له مخوب الوسواس ويخليه يفهم بانه واحد العدد ديال الفهم سيئه، لانه يعني الشباب والفتيات اللي يعني في مجال الدين والتدين كتبقى تفهم بانها دارت شي غلطه كبيره وربي ما غاديش يغفر ليها وما غاديش يتوب عليها، واحد العدد ديال الوساوس وتبدا تهيئ وتخاف من الناس، يعني واحد العقد نفسيه كتركب للانسان بسبب انه املاءات ابليسيه. الشيطان هو اللي ديك الساعه كيعطيها هذه الافكار وما عندهاش القدره باش تدافع على راسها، لانه مسكونه، هذيك الهضره ديال مسكونه ما تبقاش تصور يعني واحد بحال شي غراب ولا شي برميل راه محشي فيه شي حاجه، مسكونه هذا المعنى ديال مسكونه، مسكونه بالشيطان يعني ان النفس ديالها معمره بالوساوس الشيطانيه القهريه، فاذا خصها هذه علاج، واش غتعالج؟ تعالج ديك الجرحى. ولذلك دابا عدد المعالجين كاينين في المجتمع الان، انا بالنسبه لي كيخربقوا كيدوزوا، لان اش كيوقع؟ تعرف هاد المعالجين دابا اللي كيديروا يعني الخدمه ديالو شنو هي؟ كيعالجوا السخانه، يعني هذاك المثال اللي عطيت ديال الجرحه ماشي كيعالج الجرحه، لا لقى السخانه طالعه في 41 بالنسبه ليه كيبان له المرض، شنو هو كيبان له؟ كتبان له السخانه، والسخانه ماشي مرض وانما هي اعراض المرض، يعني علامه ديال المرض. فلما كيعطيه الخدمه ديال السخانه كتهضر السخانه فعلا، كتظن ديك الاخت ولا ذاك الاخ بالله هضره
ربك يا ربي طيح وين قانوني، لأن الجراحة ما تعالجت شيء، لأن المرض حقيقي ما تعالجت غير السخانة. فإذا هذيك الحالة النفسية وديك الهستيريا وديك الشيء اللي كيوقع للإنسان راه هذيك هي السخانة ديال المرض النفسي، راه هي السخانة ماشي هي المرض. المرض خصو يتقلب عليه فين كاين، فكتلقاه إما في الطفولة ديالها يا إما في الشباب ديالها، إما وقع لها عقدة في الزواج أو قبل الزواج أو بعد الزواج أو بالآباء ديالها، يعني شي مشكلة شي مصيبة نزلت عليها وخلاتها تفزع واحد الفزع كبير. هذا سبب له فيه تفاصيل كثيرة، ولكن ما عنديش وقت اليوم مع الأسف الشديد باش نطول فيه. نعطيكم هاد ثلاثة العناصر يعني على الأقل باش نعرفوا نتعاملوا مع هاد الأحوال وكيفاش نعالجوا أنفسنا بيدنا، ما تحتاجين حتى طبيب إذا ما بدنا نعرف كيفاش يحل مشكلته، راه طبيب بنادم في المجال النفسي هو نفسه، والله ما عالجتي راسك لعلك شي طبيب شي طبيب في هذا العالم النفسي، لأن العالم النفسي غير قابل للقياس. يعني مشي الطبيب مزيان الطبيب غادي يساعدك، ولكن ما عنده يعني هذا العالم النفسي ما عنده ترمومتر ما عنده راديو ما عنده سكانر، يعني ما كدوزي كل شيء كيقول لك ما بيك والو، ولكن اللي كيقول لك ضرب المزود هو اللي عارف شنو فيه، يعني اللي كيعاني راه كيعاني. ولهذا المعالج الحقيقي ديال الانسان مازال نفسه هو نفسه، حتى انه واخا يجي مثلا واحد الاخت او واحد الاخ يتعاون معك باش يعالجك، اذا انت ما عندكش قابليه براي عمرك ما تبراي، خاص تكون عندك قدره يعني واحد العزيمه في عندك باش تبراي وتخلصي من هذه العقد النفسيه ديالك. اذا قلنا هذه المشكله ديال الخوف الشديد او نسموه الخوف المرضي فوبيا، اذا كان هذا كتكون العلاج ديالو بالقران وبالسنه بواحد الشكل معين، ماشي يعني بحال الادويه، ليس كل الادويه صالحه لكل الادواء، ماشي كل الادويه صالحه لكل الامراض يعني مريضه بواحد المرض ما هي لا قدر الله نمشي للصيدليه وهز دواء غمض عينك وهز دواء، ممكن هذه الفوضى مصيبه، خاص الدواء المناسب للمرض المناسب. فكذلك لما كيتعرف بان هذا الاخ او هذه الاخت او هذا الشاب او الشابه عنده مشكل ديال الفوبيا، راه حتى العلاج الديني كيكون خاص ماشي كأي علاج، لأنه شنو هذا المشكل ديال صاحب الفوبيا؟ كيكون عنده عدم الثقة في النفس، كيتيق في نفسه نهائيا، كل شيء هو بالنسبة له يعني راه يقدر يأذي، كاين اللي مريض بالوسواس هو غادي في الطريق راه يقبطوه غيديروا له واحد يعني مشكل. فإذا النفس ديالو انهارت، رابت عاشت واحد الدار، رابت في نص ساعة تعاودت منها، فكتبني النفس من جديد، طوبة طوبة كل حاجة كتركبها في وضعها، حتى كيحس بنادم لا ولا استوى، غير هو تقد شخصيته هو كيبرى صافي، تا كيرتاح ويولي مخير. العنصر الثاني من الأسباب اللي كتسمى أمراض حقيقية ديال النفس كيشبه الخوف ولد عمو عافانا الله وإياكم، الحزن قنط القنط، هل يصمتوا على شي منه؟ يعني القنط لا قدر الله بنادم وقعت له مصيبه مات له شيء عزيز يعني اي حاجه وما تحملش. ولذلك سبحان الله الدين ديالنا فيه الصبر، سيدنا محمد كيقول انما الصبر عند الصدمه الاولى، يعني المؤمن مطلوب يعني فيه بسبب يعني التدين ديالو اذا كان متدين حقيقي ماشي شكلي، تكون عنده واحد القدره لاستيعاب المصائب داير بحال الاسفنج بونج يعني ترشيه بالماء ديالو تخبزيه كيف تخبز فعلا ويتواقع تلقيه كيعاودي يشد الحجم ديالو الطبيعي ويولي عادي. هكذاك المؤمن مع المشاكل مع المصائب كتنزل عليه وكتاثر فيه، ماشي ما كتاثرش ولكن غير بحال البونجا تاثير عابر، ملي كتزول ديك المصيبه كيعاودي تقاد البونجا كترجع لوضعها. هذه النفس تخيلوها هي النفس ديال الانسان المؤمن بحال البونجا، كتعامل مع المصائب بحال البونجا، ملي كتنزل عليها كتضغط عليها ولكن كترجع لوضعها. لكن اذا هذه البونجا ما كانش عندها قدره التحمل بحيث انها تقطعت يعني ما بقى ما ترجع واخا ترجع مشتته، اذا ها المرض وقع ديال الحزن. فاذا كان السبب حزن عاود ماشي خوف، عاود طريقه العلاج مختلفه من الدين نفسه، يعني الايات القرانيه والمفاهيم راه الايات القرانيه كتعالج، ولكن يعني تعالج اكثر بالمعاني القرانيه، بالمعاني يعني كاين معاني في القران اللي خصها تعطاها المريض وخصو يفهمها، خصو يدخل بالمخ ماشي غير تقرا عليه. كاين المؤمن بان للقران بركه ليس لاي شيء من الكلام، وان الاحرف ديالو مؤثره باذن الله لانها حروف وكلمات تكلم بها الرحمن.
لكن مع ذلك هذه الأحوال بشكل خاص لا بد من معاني القرآن ومن حقائق الإيمان. حقائق الإيمان كتبني النفس، تبني النفس إذا يعني طحت بسبب الخوف كتبنيها بواحد الشكل، إذا طحت بسبب الحزن كتبنيها بواحد الشكل آخر اللي كينس بهذاك المرض فتعالج هذا المرض. السبب الثالث الأفكار، الأفكار السيئة كتوالف في المجتمع ديالنا واحد عدد ديال الأفكار السيئة كتمرض، أفكار كتمرض ديال بحال الميكروبات اللي كتروج في الهواء، ما كيجيش مرض واحد يعافى الله ويكون كيروج وكيضر في الهواء خصو تلقيح بحال الكوليرا أو شي نعوذ بالله من الأدوية من الأدواء جميعا، إذا ما لقحش يمكن يمكن يتصاب بواحد الطريقة يعني هكاك. فلذلك المجتمع ديالنا فيه واحد عدد الأفكار السيئة، ومع الأسف واحد عدد ديال الوالدين والأسر كيربيو ولادهم بهذيك الأفكار السيئة، هي بحال هذيك بوعو هالغول هكذا أفكار هي كترجع عندو بجوج من الأولين، كترجع كتعطي فوبيا أو كتعطي حزن بسبب يعني ثقافة معوجة عند المجتمع لدرجة أنه كيولي الإنسان عبد، عبد ديال واحد عدد ديال الأفكار يعبدها من دون الله. إذا ما درتش هذه وما درتش هذه وما درتش هذه الحجاب هنا غيوقع على كلها أفكار باطلة زيادة على أنها شرك، هي مرض، هي نفسها ليس مرض، فتؤدي إلى مرض لا حصر له. باش تقول عم مخ بنادم ما هي وما لونها، باش تقول عم مخو من دراء يعني لا مشى لسيدي خدام وذبح وكدراء راه ما كاين والو راه كاين غير الذنوب، صعيب تقول عليه لأنه ولا أسير ديالها ولا عبد ديال ديك الأفكار. هذه الأفكار يجب التخلص منها. فإذا هذه الأشياء الثلاثة موئلها في نهاية المطاف الثقة الكاملة بالله، كنقصد هذه الحمية باش بنادم ما مرضش أصلا بهذا المرض، إذا كانت عنده الثقة الكاملة بالله ما توقع لا فوبيا ولا حزن وما تأثرش فيها الأفكار المرضية، الثقة بالله بكل صراحة. يعني عدم الثقة بالله موجود في المجتمع بواحد الشكل كبير، وهذا المعدن الروحاني اللي احنا محتاجين له بزاف خاصة صفوف كثير من الشباب والشابات، شي قبيلة يعني يعني دابا عاد ظاهرة العلم اللي كان في المجتمع عندي في, في, في الترجيح ديالي انه 70% حتى 80% ماشي فقط استجابة الشهوات كاين هي يعني يعني الناس ضلوا تلفوا وعجبهم يعني يعيشوا في الشهوات المحرمة، ولكن كان ايضا انه كثير من الفتيات كتوهم بان بهذه الطريقه غادي يتزوج، هذا عدم الثقه بالله. يعني هذه القلوب التي تجلبوا كنحاولوا او تجلب كنحاولوا نجلبوها بالوسائل الماديه الحسيه مع انها جاذبه وهميه، الوسائل الماديه الحسيه كتجلب ولكن بشكل وهمي ماشي بشكل صحيح، اولا غير مضمون، ثانيا غير مستمر. سبحان الله العظيم دابا هذه احصائيات ماشي هضره خويا، احصائيات الطلاقات اللي تسجلت في هذه المرحله الاخيره ديال تطوير ديال الاحوال الشخصيه ديال هذا العلم الفساد اللي وقع اضعاف مضاعفه على عدد نسبه الطلاقات اللي كانت من قبل، فاذا شيء غير طبيعي كيوقع. هذه الامور وامثالها مقادير، نهار كيغيب علينا بان الزواج وان الرزق يعني وصل الفتاة أنها تعبد الدرهم تعدد زوج يهودي أو نصراني واقع معركة هذا مع الأسف الشديد، والضرب دينها صفر علاش؟ لأنها غادي تمشي في ظرف عام غادي تجيب سيارة وغادي كذا وكذا، هذا عبادة للمادة لأنهم ما بقاوش الناس كيأمنوا تمام الإيمان وكمال الإيمان بأن الله عز وجل هو الرزاق. والله الأخوات الكريمات يا الرزق اللي مكتب لك ربي تعالى حتى يجيك، وكيفاش كيجي الرزق؟ هذه مثلا دارت طريقه بالحرام ودارت دار ودارت زوج ودارت سياره ودارت بالحرام، شتي هذه الارزاق اللي كسبت غادي تكسبها 100% وحتى حاجه ما تنقص لو ان ما دارتش الحرام. فبنادم كيدي وهم لابليس بانه هو كل ما درتش هذه الطريقه ما غاديش يجيب دار ما غاديش يدير سميتو الفيلا وما غاديش السياره، هذا غلط، هذا عدم الثقه بالله. وانما الرزق اش كيدير؟ في الحديث الصحيح بل احاديث كثيره ومن اعجبها والطف هذا الحديث ان الرزق لا يتبع العبد كما يتبعه اجله، ياك بنادم الى جات ساعه الوفاه ديالو ما كيزيدش حتى 100 وحده وما ينقصش حتى 100 وحده. شاعر العرب صدق قال تعددت الاسباب
والموت واحد. اللحظات اللي كتب بنادم يموت فيها غير يموت فيها والله الا يزيد لحظه واحده. داري عايش يدير مولد. اللحظه التي قدر ان يموت سيموت. كذلك الرزق نفسه على هذا الميزان. كيجي الرزق عند بنادم كيبق عليك كيجيك في الصفه ديال الحلال. كيجي في الصفه ديال الحلال. كان واحد الملك الرزق تخيلوا واحد الملك جا طبق عليك. كيف تفتح بنادم؟ كيلقى يعني ملك جاه اذا كان هذا بنادم عنده الشهوات وما عندوش الثقه بالله كيسد عليه الباب كيتيقش فيه كيقول واه هذا يجيب لي الرزق دابا كيسدوا الباب كيرجع في حاله هذاك الملك كيمشي ولكن هذاك الرزق راه مكتوب غادي يجي اش كيوقع؟ كيمشي الملك كيحطو كيهزو الشيطان ويجيبو له ويعطيه له لما كيفتح لانه هو مستجد للشياطين كيشوف يقول الرزاق هذا كبير ها هو جاء عن طريق الزنا او جاء عن طريق السرقه او عن طريق بيع الخمر او عن طريق الربا هو نفسه ما زادش سنتين وانما جاء عن طريق الكسب الحرام لما كيكون الانسان عنده واحد الثقه في الله كبيره كيجيب له رزق ابليس يجدق عليه الرزق كيقول له اعوذ بالله منك ويخبط عليه الباب ويمشي ابليس كيدي ذاك الرزق في ديك اللحظه كيف دير ابن كيقول مش هذاك الرزق اللي يكون فتحت له الباب كذا فاذا ثبت الله كيثبت ما ثبتوش الله كيعاود يخرج من تبعنا كيبليس كيعطي له لكن اذا كان من الثابتين والامر وسواس لا راه كيجي وسواس كيقول شتي انت ضيعتي الفرصه ضيعتي الفرصه هو جاك وعطاك وكذا كذا وهي غادي تلقى من الباب اسيدي راه ذاك الرزق اللي جاك راه ما يمكنش يمشي غير ثقة الله تعالى الثقة بالله أولا راه إبليس غادي يمشي يحطو ماشي ديالو غنكتب له نكتب لك أنت وذاك الرزق غادي يهزو الملك ويجيبو لك الباب الدار ويدقو عليك ويعطيك الرزق ديالك وتاخذو بالحلال لا يزيد الرزق ولا ينقص شيئا كما الأجل لا يزيد ولا ينقص شيئا والأزواج والزيجات يعني بالذكور الإناث أرزاق وليت زوجة وليت زوج ولا بزاف النساء راه كيشوفوا داك الشيء واحد كان غادي كيقلب من هاد الجهة صدق من هاد الجهة واحدة عيوها من هاد الجهة صدقت من هاد الجهة أشياء عجيبة ربي مسطرها في الأزل في الأزل القديم مسطرها وإنما ذقوا باب الله راه باب الله كاين أنا نتعجب الإنسان يمشي يدير الوسائل الشيطانية ويخلي الوسائل الرحمنية وهي واضحة واش ربي ما كاينش سبحانه أليس مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته هو النملة النملة ربي تعالى يعني واشتغل بها وهزها الشغل ديالها رزقها حتى هي زواجها وليداتها وبيضها وكل شيء محمتها كلها ربي مراقب هذه النملة فما بالك بالإنسان الذي كرمه الرحمن ولقد كرمنا بني آدم أنت مش يتحيل لك لأن ربي ناسيك راه ما كيناش سبحانه لا يظلم ربي ولا ينسى راه مش كنتكر عنه سبحانه وتعالى وراه كيشوف ولكن راه كيدورك في الابتلاء كيبتليك فإذا نجح الإنسان في الابتلاء راه ربي تعالى كيعلمه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء من تدقيلو الباب كتقول يا ربي بغيت القلب ديال فلان يجيبو لان عندها يسحب لك الانتمال كالقلب ديال فلان راه يضحك عليك وانت ايضا كتضحكي عليه شي كيضحك على شي والملائكه تسجل عن اليمين وعن الشمال قاعين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اللي كيملك القلوب حقيقه هو رب القلوب ولما ربي تعالى كيقدر المقادير ديالو كيدخل المحبه في القلب هو كاينش اللي كيدخلها دخل الكره في القلب كاينش اللي يدخلها من غيره ولذلك لا يقع شيء في الارض الا باذنه فاللي بكت على مولاها اللي خلقها في جوف الليل وسجدت وطلبت ورغبت وتقربت الى الله والله الذي لا اله الا هو لا يضيعها الله جل وعلا ابدا ما يضيعش وما ينقصهاش ربي كيقول ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان غير إحنا تكون فينا الفايدة وقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون وأنا ما كنت أتكلم عن المسلمين وتصور بين المسلمين وهذو الصحابة وهم يسألوا هذا السؤال قال لهم ربي تعالى وليؤمنوا بي واش هما ما آمنينش مآمن المسلمين ولكن يأمنوا بي حق الإيمان تكون فيهم الثقة تكون الثقة بالله ماشي بنادم داكشي اللي جدو تيقفيه واللي في الله ما تيقش فيه هذا ايمان عوجاد
لان اللي في يدك والله ما كتب لك الله تعالى ما تاكله. شتى اللقمه، اللقمه اذا ما كتبهاش غير تقرب وتوصلها اما ربي كيفسدها تمشي بحالها او كيموت الانسان لا تصير اطلاقا. وربي تعالى يكتب لك شي حاجه اللي في يدك تقول يا ربي انا عندي اليقين داك الشيء اللي في يدك والله حتى يوصلك. وشياطين الجن والانس وملائكه الرحمن وعباد الله الصالحون والطالحون يخدموك، يجيو على الدين ويخدموك يخدموك باذن الله عز وجل. يعني من القصص اللطيفه، واحد في منطقه من المناطق فلاح زرع الزرع وربي عطى واحد الصابه ذاك العام ما شاء الله زرع وحصد مزيان ودرس وجمع ودار تبن بوحدو ودخل تبن على خاطرو ما جاب ربي لا شتا لا حتى حتى حاجه ما حصلت له. وخزن سيدي الخزين ديال التبن في الوادر ديال التبن دفنو صابر وخزن القناطر المقنطره ديال الزرع مزيان في التمر ديال الزرع حتى استوى كل شيء عام ديال الخدمه وديال التمر وتقد كل شيء. والله سبحانه وتعالى كيسلط على ديك المنطقه واحد الفيضان ما كيمشي الا لهذوك المطورات ديال ذاك الزرع وديال التبن ويجرو كامل خلى ذاك الفلاح على الدص عنده جلابته في الدار. ما عرفنا ربي ما نكتبو لك نكتب له تماما من المحنه هذه مكتبه عليه اما باش يستفد هو ياكلو ما كتبوش لانه بسبب واحد لم يسبق له مع الاسف ان زكى ماله ولا مره ما عمره ما خرج الزكاه ديال ذاك الزرع. فربي تعالى مهلو 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 عاقبوا عقوبة دنيوية وهذه راه لاباس هذه العقوبة الدنيوية بس لأن العقوبة الأخروية والعياذ بالله نعوذ بالله منها أشد وأنكى. ما ننساوش بأن الله تعالى معانا كاين وعباد الله الصالحين والله ربي ما كيتخلى عليهم في رزقهم في مشاكلهم في أحوالهم. واحد الأنس بالله كينزل على القلب سبحان الله العظيم لما كيوقع الاتصال القلب كيتبرمش الخيط ديالو مع التيار الروحاني الكهربائي ديال الرحمن كيوصل واحد وينزل واحد النور الهي على القلب فاذا الانسان كيشوف اشياء اخرى تماما وكتبان لك الارزاق ديالك كتبان لك قبل ما تجي. يعني الانسان يصبح له في راسه ونظر واحد الطمأنينه وسكينه كتنزل ما كيبقاش بان كيتصادق وكيجري فيه الهلع. يعني ذاك الهلع هو اللي كيعطي له الفوبيا هو اللي يعطي الخوف المرضي ويعطي الوسواس ثم عنده طمأنينه كيخدم الوسائل الماديه المشروعه الايمانيه الاسلاميه بالشكل اللي عطاها ربي تعالى وامره به. فدير خدمتك وخدمه الله ما ديرهاش راه المشكل حنا كنقلبوا الشغل اش كنديروا؟ كنمشيو نديروا خدمه الله ما يمكنش وخدمتنا ما كنديروهاش. وربي قال لك ها خدمتك وها خدمتي وبعد من خدمتي دير لي خدمتك. خدمتنا حنا ما كنديروهاش وخدمه الله كنبغي نديروها. هذا هو اللي كيخلي الناس يلتجئوا للشعوذه والسحر. يعني شنو السحر في هذا المطاف؟ باغي بنادم يدير الخوارق هذيك راه خدمه ربي والشغل الطبيعي ديالو هو باغيش يديرو بحال ذاك اللي كيقلب على الكنز بداك السحاره اللي كيقراو على الكنوز. اسيدي سير تخدم لانه هذا رزق انت باغي دير طفره طفره في الرزق زعما جالس حتى كيدير رزق يعني المال ها نزله وحده ها هو ها هو جا هذاك الشيء ديال الله. يقول الشيء يكون فيكون انت غير احفر في الاتجاه ديال العمل ديالك الطبيعي بلا شعوذه بلا نفاق بلا خرافه راه ربي تعالى غادي يوصل لك رزقك. راه كيصيفط الملك اللي يخدم فلان فلان هو كاع داك فلان ما خاطروش وكيجي مع التاجر شحال من واحد يوقع له واحد الهلع ويوقع له واحد الوسواس انه في هذا الموضوع ما يشري عند واحد انه لما دار شي هذا الحرام ما يجي عند واحد. هذا غلط كبير. كيف يفتح الانسان تجارته ويدير شغله ينظم المسائل ديالو خدمته ويجي بكري بوريك لامتي في بكورها الشغل ديال بكري ديما فيها البركه صوب المسائل ديالك صوب حالتك نظم الامور ديالك وراه ربي تعالى لك شي رزقك راه يصيفط لك الى عندك. يعني انا كنضرب المثال بالحانوت لانه راه الحياه ديالنا حوانيت الزواج حانوت حتى هو الابناء والاسره حانوت كل شيء تجاره ابتلائيه اختباريه. ذاك اللي مكتب الله تعالى يشري عندك راه يجي من تونان ولا يجي من جنس السلاح حتى لعندك. ربي راه راسه لانه فلوسه ديال ذاك النهار يسجلوا مع ربي في رزقك خصو من يجي ولا كيس ديالك بالسيف عليه وبالسيف عليك حتى انت بالسيف عليا وعليك هذا الرزق غادي يجي. الثقة بالله. إذا باش نعاودوا نبنوا الثقة بالله نتعاملوا مع كتاب الله تعالى من جديد ولكن منهج جديد اللي راه مازال كنتكلموا عليه وكنزيدوا نعاودوا نتكلموا عليه.
الانسان اللي يقرا القران يحس ويشعر ويشوف بالبصيره ديالو ان راه رب العالمين هو اللي كيتكلم معاه. وخذ ديك المعاني ديال القران على انها حقائق، حقائق علميه اقوى من حقائق الجاذبيه. ما عندناش غرام ديال الشك الله حجر على سيرتنا للسماء وترجع لنا. كذلك بل اقوى ان القران الكريم داكشي اللي كيقول راه كاين 100%. لما تلقى الغرام ديالو ما وقعتش فماشي المشكل فيه، المشكل فيا انا. اما راني كنشوف القلوب هي راه وقع ولا ما بنتليش بنت القلوبه، او انه الشغل اللي ربي وكل لي ما درتوش، ايه ما درتوش طبعا هو ما يديرش سبحانه وتعالى بحال الايه ديال ان تنصروا الله ينصركم. وانت بغيت النصر يجي وانت ما درتش شغلك، لا ان تنصروا الله هي من بعد ينصركم ويثبت قدامكم. يعني الشرط هو يتق الله يجعل له مخرجا ضيق الهم من مخرج ربي. كيقول لك ما عندك حل، لا كاين الحل غير ما عندك شيء فلان وعلان كي رحم الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني يجيك الرزق ديالك من الناس ومن القلوب ومن الاموال والارزاق والمحبه والائتلاف، كلها راه ارزاق. عندك تقول الرزق ضيق غير في الاكل والشرب، لا الرزق يعني المعنى ديالو واسع. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ديك الجهه اللي معمرها ما طاحتك على البال. وهذا الشيء والله الاخوات الكريمات اللي شفناه، شفناه عند الناس وشفناه عند الناس اولياء الله وشفناه عند اهل الخير، اشياء غريبه الانسان لا يملك معها الا ان يكون من المسبحين. كيبقى يقول سبحان الله العظيم ما اضعفنا وما اقل علمنا بالله. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.